يا لهوي على الضلمه كده احلى. عين البحر يا جماعه، شاطئ ميامي، احنا مدينه الاسكندريه، وادي ال يا نهار ابيض يا نهار ابيض. يا جدعان دي بقى في ذمتي انا يا جدعان. قال لي لحظه، عين الجدافات، ناخد سيلفي مع سيلفي جدافات اهوت. بص يا عم، وده صاحب المركبه جاي معانا اهوت، ده اللي هيسوق دوت وهنديله. انا صاحب الجدافات يا جدعان. ها، وده اللي المركبه هتغرق بيه. ومستنيين اهيت، ودي الشنط اهيت، وعبال اولادكم. سلوم احلى واحد بس عليكم مش بيعرف يعوم. لا ما بعرفش اعوم. كل دول هيركبوا المركبه وتغرق بينا ان شاء الله. هتركبوا اسلام مركبه يا جدعان. نقابلكم في المواصلات. غادرونا الان، غادرونا. فين شنطته يا عم؟ يلا يا جماعه اطفي الانوار يا شباب، معلم اطفي الانوار كلها. شفتك انا يا عم. بص عشان السيلف ايه؟ عايزين نسأل بكام؟ يعني ماشي يا عم، 10 10 يا ابني. لسه طالع وهننزل بالتليفون المايه، جايبين جراب ابن كلب معفن، ربنا يستر على التليفون. يا لهوي يا يام، يا لهوي يا يام. يلا هاتني هاتني. احلى حاجه بقى في المايه ايه؟ اللي انت ايه، لو عملت حمام ما حدش ياخد. بقول لك ايه صور يلا الهامر اللي هينزل ده، ربنا يستر على التليفون. اوعى يكون هوا واصل له. هاتني بقى يا عم معاك، انت بقى هوا واصل له اللي يحصل. هقول كلمتين. تسكت يا عم بقى، عيش بقى انت. ليه مش مسيبنا عيش؟ بص بس صورني وانا بضرب بوتس يا مصطفى. مصطفى اقول لهم ده بوتس صاحبي بيضرب بوتس ازاي؟ معاكم الاخ مصطفى يوتيوبر يقدم لكم. ايوه صيطني بالله عليك، المايه ساقعه. هتعمل كده عشان بس يلا صورني وانا بضرب بوتس واقول لهم ده صاحبي بيضرب. يلا يلا يلا. بص بص بقى صورني وانا جاي. شرقاوي خليك عاد انت تحت، انت تحت. بص يا عم عند الجيش ده، نزل التليفون عشان تشوف لي وانا بقوم تحت. خلاص يا ابن نزل بقى، نزل الجو ساعه ولا انا اللي بيتهيالي. اضرب بوتش يا ابني، اضرب بوتش. اضرب كاميرا دي بتعمل ايه؟ تعالى والله بالخير. سيب بس، لا لا اهو بس سيب بس خلاص بس سيب. يلا يلا داخل معاكم، ما تمسكنيش يلا اهو. يلا يا ابني والله احنا ماشيين اهو. سيب طيب انا ماشي اهو، يلا بينا. يلا اهو يلا جوه يلا سلام. هو ده راح فين؟ هو تعالى يلا الجو ساعة عليك.
اضرب وش بهن. بص 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 طول هو يا ابني حودة يا ابني يا حودة يلا ها يا حودة يلا حودة طفو يلا الاخر هنا حلو يا ابني تصومه في الشغل نفسه بس تعال تعال مستعد بس يا عم سيبني بس في ايده اهو بس في ايده ولا جوه لا هنا ماشي اهو بس من اضرب كده لا بس وداني يا عم وداني ما هو يا عم اهو اهو ودني يا ابني بس يا ابني يا عم انا بلعب كده بلعب كده يا عم خش انت العب معاهم جربوا واحد جوه تصورني تعال تصورني تحت المايه انزل انزل وانا انزل التليفون انزل انزل التليفون هما لو سرقتي عليك انا ماليش دعوه لما بيكتشف حاجه تحت المايه وما بيطلعش ده يا جماعه اللي بيروح ما بيرجعش سكه اللي بيروح ما بيرجعش هو ده المايه تقل جري الصبح كده اصور نفسي تحت الماء عم كده سلام اصور نفسي تحت الماء يا ابني شوف عايز سلام اصور نفسي تحت لا بس يا عم بس مش هتعلى من عندي يا عم معلش عايز تعمل ايه انت صورك اصور نفسي جبت الكاميرا انت شايف شكلها عامل ازاي كده انزل كده انزل اهو الصاله انزل احدى الاماكن في الشقه خدني معاك تعالى ولا قوم قوم بقى يا ده قوم على نايف يا ابني انا مش معاك قوم من البيت تعالى ولا اهو جبتك اهو تعالى انا بجري انت صلخات مموتاني والله يا ابني يلا بينا احنا نقول كلمه واحده عندك كلمة تقولها ولا عم اوعى تكون بتغرى انا بصوا خدنا معاك يا ريس اخر الشارع خدنا معاك يا ريس